نسمع كثير في كل الدول سفاري سفاري، من وين جت الكلمة ذي؟ نهاية القرن الثامن عشر كان في رحالة أوروبيين يعشقون السفر بشكل كبير، قرروا أنهم يسافرون إلى أفريقيا لاكتشاف هذه القارة اللي كانت مجهولة بالنسبة لهم. بعد ما وصلوا إلى أفريقيا كانوا يسمعون من العرب الأفارقة كلمة سفر سفر سفر. السفر رح نعرف أنه التنقل بين المدن والدول، فربطوا هذا النوع من الرحلات بهذه الكلمة العربية وأصبح بما يعرف عليه الآن أو الكلمة الإنجليزية المشهورة جدا سفاري. بعد ما بدأت تشتهر رحلات السفاري على مستوى العالم وتجذب كثير من السياح، الدول بدأت تعيد أوراقها وتفكر فيها، هذه الرحلات ليش ما نعيد ترتيبها وننظمها وتصير مصدر دخل لنا وتجذب ناس أكثر. اليوم كينيا من أكثر الدول اللي تعاملت بذكاء مع سياحة السفاري وتعتبر ثاني أهم مصدر دخل لهم بعد الزراعة. تخيل العام الماضي كسبوا منها 200 مليون دولار و40 ألف كيني متوظف في هذا النوع من السياحة. طيب خلونا من أفريقيا شوي ونرجع لتاريخ الجزيرة العربية. تتوقع كيف كان تنوع الحياة الفطرية فيها؟ هل في دلائل على هذا التنوع؟ طيب وش الفائدة من وجود رياض السفاري اللي احنا نعيشها الآن؟ مساك الله بالخير، كيف حالك طال عمرك؟ أنا حاليا في سفاري، شفت الحياة الفطرية الموجودة هنا في سفاري اللي انت بتعيشها؟ ترى مين شيء جديد على الجزيرة العربية؟ لا تتوقع أن شيء جينا وحطيناه جديد، لا، أنت وانت تمشي في سفاري تراك تمشي مثل ما كان يمشي أمرؤ القيس، مثل ما كان يمشي أبو ليلى المهلهل، مثل ما كان يمشي عنترة. ترى كانوا يشوفون التنوع البيئي ذا في صحراء الجزيرة العربية كله، من أسودها من نمورها من ضباها كله كان موجود في الجزيرة العربية. أتخذها فقط بشكل منطقي، يعني من الأدلة على تنوع الحياة الفطرية في الجزيرة العربية سابقا. يقولون العلماء الشيء إذا كثر واشتهر كثرت أسماؤه. يقول ابن خلويه للأسد في اللغة العربية أكثر من 500 اسم، الأسد، الضرغام، العزام، قصورة، السبع، وحد الأسد علشان يعيش في مكان ونخوك يبيله تنوع حياة فطرية ولحوم مصادر غذاء ماء خلال 36 كيلومتر مربع. كل 36 كيلومتر مربع لازم يكون فيه ضباء، أرانب، نعام، حمر وحشية، حياة فطرية بأنواعها. الجزيرة العربية كانت تعج بالحياة الفطرية وبالخير لدرجة أنهم كانوا يطلعون من اليمن إلى الشام ما يخدم معهم غذاء، ما يخدم، حتى قال في القرآن ربنا باعد بين أسفارنا ذول الذين فسقوا. فشوف قصائد العرب، قصائد العرب كلها تلقى اللي يقول أسد علي وفي الحروب نعامة، صحيح أن البيت هجا ولكن نسى شذبه. خلال حفر قناة السويس وقلة الأمطار والتصحر انقرضت الحيوانات هذه. هذا المها العربي، المها الوضيحي، ذا كان منتشر انتشار عظيم في الجزيرة العربية ودايم تلقاه في قصائد العرب. كانوا شعراء العرب يمثلون جمال عيون النساء بعيون المها ذا. مو بعلي بن الجهم يقول في القصيدة اللي تذوب عذوبة، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. المها العربي توقعوا أنه انقرض، لين في عام 1970 طار طيار فوق الربع الخالي، طيار سعودي، ولقى قطيع من المها العربي. كانت صدمة لأنهم قالوا أنه انقرض رسميا، فقدم بلاغ وجو واخذوا المها العربي، والحمد لله هذه نعمة لأنه لحد الحين موجود بيننا وموجود في سفاري تقدر تجيه وتزوره. خربت علاقة